الإنصاف والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاءهم، فبعدما صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر أرذلة، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سندا وعضدا. حسب ما ورد في حيثية حكم محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي بشأن إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. لكن هيئة التأمينات الاجتماعية أقامت دعاوى قضائية وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتاً، بينما أقام اتحاد أصحاب المعاشات بدوره دعاوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة، حيث قررت المحكمة النظر أول جلسة للطعن في يوم 27 مايو المقبل. وقال منير سليمان مسؤول المتابعة باتحاد المعاشات إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف الحكم، نظراً لأن الحكم صدر بالأساس من محكمة القضاء الإداري. وفي سياق متصل بالمعاشات، تعد وزارة التضامن الاجتماعي قانوناً جديداً موحداً لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة، حيث تقرر الانتهاء من مسودة القانون نهاية يونيو المقبل تمهيداً لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، حسب ما أكدت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والتي توقعت تطبيق الدمج في العام المالي الجديد 2018-2019. قانون التأمينة الاجتماعية والمعاشات يعتبر هو الآخر من القوانين المهمة والذي يشمل قطاعاً عريضاً من ملايين المواطنين. وفي هذا الصدد قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن اللجنة منحت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي شهراً في وقت سابق لترسل مشروع قانونها المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمهلة أوشكت على الانتهاء. وأكد وهب الله أن اللجنة لن تنتظر الحكومة وستشرع في مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب إذا لم ترد الحكومة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات تضمن حسن استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتدر عائدا يعود لصالح أصحاب المعاشات. خطة وتصورات تضعها دوائر صنع القرار والتشريع لتطوير منظومة المعاشات وسط إشكالية قانونية تتعلق بمستحقات المستفيدين الذين يطمعون في الستر والراحة بعد سنوات طويلة من التعب والعناء والشقاء. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.